بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد البيفل ما قاعد يصير معاك لأن يبي له تنظيف كلين أب ممكن تسوي حق الفيسز. نشوف الحين صار تقريبا قاعد يصير البيفل بالطريقة هذه. الحين إذا جبنا الملف مثلا نسوي دي عندنا اياه هني. الحين اذا عملنا دوبليكيت نشوف هذا دوبليكيت تمام قصدنا فيسز. نشوف انه هني ما قاعد يكمل معانا. ناخذ هذا مثلا نروح edit mesh بفل ما راح يصير معانا. بين هني على الاولي نعمل لك clean up edit mesh او mesh clean up. عندنا الشاشة هذي هتطلع معانا. إذا عملنا ريسيت ما نسوي شيء بس نضغط على نون فولد جيومتري نقول له ابلاي. الحين نعمل له هيستوري وفريز وسنتر بوفيت. ناخذ الايدج دبل كليك نقول له بيفل بدت مش بفل. شوفه انه صار معنا بالطريقة هذه. ممكن نزيد السيجمنت. هذه الطريقة clean up.